FM. الكلمة ليك. اليوم كي تخرج حال. اليوم كي تخرج لعليشور رجا مش رجا فرحات، رجا فرحات خطي، رجا فرحات وقع قول فيه وقع الإغرار به رجا فرحات باش يقول هزوه الاثنين باش يقول الكلام هذاك. صغير رجا فرحات مش صغير، لكن اليوم كي تخرج تسأل أربع من الناس عليشور كل واحد يعطيك رواية، واحد يقول لك عليشور قتلوا ولد صغير، واحد يقول لك عليشور قتلوا العام دولي، واحد يقول لك عليشور قتلوا عبان إبراهيم، ما فما ناس مازالوا عايشين معاه، اللي قتل عاشوا معاه بشير ود ملاسين، فمشكون يقول لك اللي الحزب الحاكم في الوقت هذاك اقتل شورب، فمشكون يقول لك شورب كان يخدم مع الاستعمار، فمشكون يقول لك شورب كان يخدم مع ميليشيات بورقيبه وضد بورقيبه وضد بورقيبه، يقول لك بورقيبه هو اللي قتل علي شورب، فما 20 ألف روايه وروايه علي شورب، يقول لك قتل اخته بعد لا اخته هربت، ما فماش سيره مكتوبه علي، هو احنا مرجعنا عائله علي شورب، مرجعنا كحكينا العائلة اللي موجود نتاع علي شورب ولاد اخواته نشكرهم سي محمد وبقيت العائلة كل قعدنا وحكينا وخذيت معلومات تخصني انا، ولطفي خذ المعلومات اللي حاجته بهم وعمل برشا جلسات مع العائلة، لطفي قعد اعطاونا الصورة اللي قريبة ياسر للسيناريو وهذاك اللي قدمناه. كابا فان الكلمة ليك.